السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أنا أقدم لكم تاني محاضرة من محاضرات موديول الجي آي تي، ألا وهي السليفري جلاند. هنستعرض 3 سليفري جلاند، وهم أكبر 3 موجودين في الهيد والنيك. طبعا عندنا مايكروسكوبيك وماينور، مليين التانج والأورال كافيتي والبلت، دول صغيرين مش هنتعرض لهم. هنتعرض للباروتيد، ودي أكبر سليفري جلاند. بعد كده المتوسطة الحجم السب مانديبولر، بعد كده أصغر واحدة فيهم اللي هي السب لينجوال سليفري جلاند. معاكم دكتور رشا ربيع، أسيستنت بروفيسور أوف أناتومي أند إمبريولوجي. نبتدي بالباروتيد جلاند، أكبر سليفري جلاند موجودة في الهيد والنك. عايزين نعرف امتداداتها من فين لفين. العظمة دي اسمها زيجوماتيك بون. ورا ودنك في عظمة عاملة زي الحلمة، ماستويد بروسس. الزاوية دي اسمها أنجل أوف المندبل، ودي موجودة ما بين دراع المندبل الريموس والبودي أوف المندبل. العضلة دي اللي ماسكة في الماستويد بروسس دي أكبر عضلة في الهيد والنك كله، اسمها استيرنو ماستويد. على الريموس اوف المندبل في عضله مستطيله الشكل اسمها ماسيتر، ودي لو انت حطيت صباعك على الريموس اوف المندبل وجيت عملت عمليه المضغ تلاقيها بتتحرك معاك. دي فيري سترونج ماسل اوف ماستيكيشن، اللي هو عمليه المضغ. الجزء المبطط اللي انتوا شايفينه ده بتاع الباروتيد جلاند ممتد من حد الزيجوماتيك ارش لحد تقريبا الانجل اوف المندبل، موجود ما بين عضلتين. العضله دي اسمها ستيرنوماستويد، العضله دي اسمها ماسيتر. في جزء صغير من الجلاند موجود على الدكت بتاعتها، بنسميها اكسسوري باروتيد جلاند. لو تلاحظوا ان الابر بوردر اوف باروتيد جلاند كيرفت حوالين فتحه الاذن، ودي ليها حته مهمه جدا ابلايد هقولها لكم بعدين. يبقى الباوندريز من الزيجوماتيك ارش لحد الانجل، قدام في ماسيتر، ورا في اكبر عضله في الهيد والنك كلها اللي هي الاسترنو ماستويد. شايفين يا ولاد المسافه دي اللي ما بين الماستويد بروسس والريموس اوف المندبل؟ ركز معايا كده، في حته فاضيه. الحته الفاضيه دي بتحفز الباروتيد جلاند انها تدفن ما بينهم هما الاثنين صباع منها، غير خالص الجزء المبطط اللي انت شايفه على السطح، وهيبقى اسمه الديب بارت اوف باروتيد جلاند، هنشوفه كمان شويه. بس عايزين ندرس المنطقه دي كويس علشان نعرف الريليشن. مين ده؟ ايوه ده الزيجوماتيك ارش. مين ده؟ ده الماستويد. مين ده؟ ده الريموس اوف ماندبل. طب مين دي؟ دي الانجل اوف الماندبل. مين الشوكه دي بالظبط؟ دي الستايلويد بروسس. بين الشوكه يا ولاد وما بين الماستويد بروسس في خرم صغير موجود هنا كده اسمه ستايلو ماستويد فورامين. من الخرم ده بيطلع منه نيرف اسمه فيشيال نيرف في الحته دي. طب ايه اللي بيحصل في الحته دي كمان؟ اللي بيحصل ان انابيب النك اللي طالعه من تحت لفوق الكومون كاروتيد ارتري، انتوا عارفين انه بيتقسم الى 2 انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد. يبقى انا عندي 2 ارتري طالعين انترنال كاروتيد واكسترنال كاروتيد، جنبهم خرطوم من الفين اللي هو الانترنال جوجولار فين، هيطلعوا ويعدوا على المكان الفاضي ده. ما بين الانترنال جوجولار فين اللي هو ده والانترنال كاروتيد في ارتري اللي هو ده، في 4 من الكرينيال نيرفس موجودين ما بينهم في الحته دي. 4 كرينيال نيرفس موجودين ما بينهم في الحته دي. في الوقت نفسه في تيوب من الفاشيا ضماهم سوا لوحدهم، الانترنال كاروتيد مع الانترنال جوجلر مع اخر 4 كرينيال نيرفس اللي هو من 9 لحد 12
ضماهم سوا واسمهم كاروتيد شيس. الانترنال كاروتيد بالمناسبة سمي انترنال لانه جوه الشيس، انما الاكسترنال بره الفاشيا التيوب دي، دي تيوب من الفاشيا ما تلخبطكش. المهم ان التيوب ده هيطلع على فوق ويعدي تحت الشوكة دي اللي هي اسمها ستايلويد بروسيس. يبقى انا عايزاك تعرف ان في المكان الفاضي ده هنلاقي اكسترنال كاروتيد ارتري، هنلاقي انترنال كاروتيد فين ارتري وانترنال جوجولار فين، وما بينهم اخر اربعة كرينيال نيرفز. هنلاقي الخرم ده اللي هو ما بين الماستويد والستايلويد، يبقى اسمه ايه؟ ستايلو ماستويد، وبيطلع منه نيرف اسمه فيشيال نيرف. يا خبر ابيض، كل ده في المكان الصغير ده اللي ما بين الماستويد والماندبول. وهنلاقي الباروتيد جليند اللي هي المبططه دي ماده صباع يتحشر ما بين الماستويد والماندبول في الحته دي. طب علاقتها ايه بقى بكل الكلام ده؟ علاقتها ايه بالماستويد والستايلويد والانبوبه من الفاشيا دي والنيرف ده اللي هو الفيشيال نيرف والاكسترنال كاروتيد ارتري؟ تعالوا نشوف. تعالوا بقى نفهم الريليشن اوف الماندبول واحده واحده. انا جبت كده مقص او منشار وقطعت كده من فوق، ادي الماندبول مكسوره وادي الاسترنوماستويد والماستويد بروسيس اهي مكشوطه كده، علشان ابين الصباع اللي بينسينويتد ما بين الماستويد بروسيس والماندبول في الحته الفاضيه اللي بقول لك عليها. وهتبقى الجلاند عباره عن ويدج ليها سطح مبطط انت بتشوفه من بره، وليها صباع محشور ما بين الماستويد والماندبول. طب الصباع ده يعتبر من جوه ولا من بره؟ من جوه، يعني ميديال، هو الاقرب لخط النص. طب السطح المبطط ده من بره، يبقى ده الانترولاترال سيرفيس اوف باروتيد جلاند. لكن الصباع ده جاي كده بالجنب، ليه انتيريور سيرفيس وليه بوستيريور سيرفيس. فهنسمي السيرفيس اللي على قدام انترو ميديال، وهنسمي السيرفيس اللي ورا بوسترو ميديال، لان الصباع داخل لجوه ميديال، فهيبقى ليه سطح انترو ميديال وبوسترو ميديال. تمام؟ لو خدت قطاع عرضي بالمنظر ده هتبلي الباروتيد جلاند عبارة عن ويدج، ادي الصباع الممتد ودي السطح المبطط اللي انت بتشوفه من بره اسمه انترو لاترال سيرفيس، ودي الصباع ده الانترو ميديال سيرفيس بتاعه وده البوسترو ميديال سيرفيس بتاعه. طيب مين قدام الصباع من قدام؟ مين العظمة دي؟ المندبل، وبين لك اهي مقطوعة. طيب المندبل دي سندوتشد ما بين عضلتين، المندبل سندوتشد ما بين عضلتين، في عضلة يا ولادي هنا مستطيلة هنا كده اسمها المسيتر، تمام، هتدخل كده هنا، وفي عظمة من جوه المفروض أنا مش شايفاها من جوه إلا لو كسرت المندبل هنا كده اسمها ميديال تريجويد، بالظبط قصاد المسيتر بس على جوه، هنقطها لانها ماسكه في الريموس اوف الماندبل بس من جوه. طيب فلما نقول الريليشن اوف الانترو ميديال سيرفيس اوف باروتيد جلاند، هتقول لي الماندبل ام سندوتشد ما بين عضلتين، العضله اللي من جوه ميديال تريجويد والعضله اللي من بره اسمها ماسيتر، يعني 3 ام اوعى تنساهم، 3 ام ماندبل سندوتشد ما بين ماسيتر من بره، ميديال تريجويد من جوه، 3 ام ريليتد لانهي سيرفيس؟ للصباع بس من قدام، والصباع ده ميديال ومن قدام يعني انترو ميديال، 3 ام ريليتد للانترو ميديال سيرفيس. طيب تعالى للسطح المبطط اللي هو من بره، ايه بقى الريليشن؟ اكيد الجلد الخارجي تحت الجلد في حبة لينفنود متنطورين اسمهم باروتيد لينفنود بس سوبرفيشيال، لأن جوه الجلاند في لينفنود تانية مدفونة اسمها ديب باروتيد لينفنود. في نيرف ماشي رفيع ما بين الباروتيد جلاند والجلد الخارجي اسمه جريت اوريكولار نيرف، لأنه بيغذي الأوريكل
اللي هي الودن الخارجيه، تمام، وبيغذي الجلد اللي فوق الباروتيد جلاند. انتوا عارفين ان الفيس سبلايد موتور بالعصب السابع، يعني العصب السابع يغذي كل عضله موجوده في الفيس، انما سنسوري يتغذى بالعصب الخامس اللي هو الترايجيمينال ما عدا الحته دي اللي هي الجلد اللي فوق الباروتيد جلاند، وده بيغذيه نيرف اسمه جريت اوريكولار نيرف، وده طالع يا اولاد من النك من بليكسس شبه البريكيال بليكسس كده اسمها سيرفايكال بليكسس، وبعدين يطلع على فوق علشان يروح للجلد اللي قدام الباروتيد جلاند، تمام، اسمه جريت اوريكولار، يبقى من قدام سكن وجريت اوريكولار واللينف نود اللي انتوا شايفينها دي. طيب نيجي بقى للبوستروميديال سيرفيس اللي هو بقى الحكايه اللي انا قلت لك السبيس بقى ده اللي موجود فيه الستايلويد والماستويد، تمام، والعضله دي اللي هي الاسترنوماستويد. فاكرين الاسترنوماستويد اسمها استرنوماستويد، يعني اكبر عضله في الهيد والنك كله ماسكه في الماستويد، وفاكرين البوستيرور بيلي اوف دايجستريك وهي ماسكه في الماستويد برضو، وفاكرين الستايلويد بروسيس اللي كان موجود، والخرم اللي ما بين الماستويد والستايلويد اللي بيطلع الفيشيال نيرف الستايلوماستويد، وفاكرين الانبوبه اللي هي الكاروتيد شيس اللي جواها انترنال كاروتيد ارتري وانترنال جوجولار فين واخر اربعه كرينيال نيرفس. طب ما كل دول ريليتد بقى لل بوستروميديال اسبيكت اوف باروتيد جلاند. قاعده 2 في 2، ايه هي قاعده 2 في 2؟ 2 بون، مين هما؟ الستايلويد والماستويد. 2 ماسل، مين هما؟ العضلتين اللي ماسكين في الماستويد، البوستيرور بيلي اوف دايجستريك والاسترنو ماستويد، تمام. 2 فيسلز، مين هما؟ الانترنال كاروتيد والانترنال جوجولار فين. 2 باي 2 كرينيال نيرفس، يعني 4، اللاست 4 كرينيال نيرفس اللي ما بينهم، وما تنسوش النيرف الشريد الفريد اللي بيطلع من الستايلو ماستويد فورامين واسمه فيشيال نيرف، واسمه ايه؟ فيشيال نيرف. يبقى السيرفس ده ريليتد لقاعده 2 رول، السيرفس ده ريليتد للام، السيرفس الخارجي ده ابن حلال ريليتد للحاجات السوبرفيشال زي السكن والنيرف الرفيع اللي تحته والليمف نود. في 5 حاجات جوه السبستانس اوف الباروتيد جلاند، مدفونين جوه الباروتيد جلاند، يهمني حاجتين، دخلوا ازاي من انهي سيرفس، ولو هيطلعوا يطلعوا من انهي سيرفس. اولهم الفيشيال نيرف ده، تمام، هو هيدخل من انهي سيرفس؟ السيرفس ده ايه، ميديال ولا لاترال؟ اللاترال هنا، يبقى ده ميديال. انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستروميديال، يبقى هو دخل من البوستروميديال سيرفيس، دخل جوه الجلاند. يطلع بقى من بوز الجلاند اللي هو من قدام ده، الانتيريور بوردر اوف الباروتيد جلاند، يطلع ازاي؟ ادي الانتيريور بوردر اوف جلاند، كده انتيريور وكده بوستيريور، كده ابر اند وكده لور اند، وهو طلع من بوز الجلاند اللي على قدام، يطلع بخمس صوابع، يطلع بخمس صوابع، تمام. طيب حط الريست بتاعك قدام الشمال، قدام ودنك الشمال، وافرد الخمس صوابع كلهم قدام على خدك بالمنظر ده، الصنب كده عمودي، والاربع صوابع التانيين كده، رسم عبقري. وادي هنا الريست قدام الودان ودنك، الثمب اللي طالع على فوق ده طالع لمنطقه التمبرال ريجون فاسمه زيجوماتيك. بعدين البرانش التاني ده اسمه على طول، عفوا ده تيمبرال، البرانش ده اللي طالع على عظمة الزيجوما اسمه زيجوماتيك. صباعينك التانيين بيلمسوا خدك اسمهم بكل، الصباع ده الاخير اسمه مانديبولر، تمام. طيب يبقى هو مطلع 5 برانشات من الانتيريور بوردر اوف الباروتيد جلاند، واحد يطلع على فوق اسمه
تمبرال، واحد زيجوماتيك، اتنين بقل، واحد فوق الضغط والتاني تحت الضغط، التاني ده يلامس المندبل بتاعتك، واحد بقى اخير يطلع من اللور بوردر وينزل على رقبتك فاسمه سيرفايكال. يبقى احنا عندنا خمسة ريليتد للانتيريور بوردر، والاخير ده بيطلع من اللور اند وينزل على رقبتك. وقلت لك اعملها، حط الريست الشمال قدام ودنك الشمال، الصنب عمودي، الخمس صوابع بتوعك افردهم على وشك بحيث صباع الاندكس يبقى على الزيجوما، صباع الميدل والرينج يبقى على خدك، الليتل فينجر يلامس المندبل بتاعتك، وفي اكيد صباع اخير على النك. طب لما تتسأل الفيشيال نيرف بيطلع خمسة برانشز ولا ستة برانشز، هتقول خمسة لان الاثنين بقل هنعتبرهم واحد بس. طيب يبقى عرفنا الفيشل بيدخل من انهي حته، من البوسترو ميديال سيرفيس، بيطلع من انهي حته، بيطلع من الانتيريور بوردر، واخر برانش بيطلع من اللور اند اوف باروتيد جلي. طيب انا قلت لك ان في الحته دي الفاضيه اللي ما بين الريموس اوف المندبل والماستويد بروسس، الحته دي طالع فيها مجموعه من الاستراكشرز الكتيره، تمام؟ مين فيهم بقى اللي بيدخل جوه قلب الباروتيد جلاند؟ عندنا اللي هو الاكسترنال كاروتيد ارتري، ودي انبوبه اهي طالعه يا ولاد لحد مستوى الهيد اوف المندبل. الانبوبه دي تتقسم الى واحد بالطول طالع لمنطقة التيمبرال ريجون اللي هي دي، وواحد بالعرض هيدخل تحت المندبل هنقطه لأن المفروض دفن نفسه تحت المندبل واسمه ماكسيلاري. يبقى أنا عندي طالع رقم واحد سوبرفيشيال تيمبرال ورقم اتنين ماكسيلاري، واحد بالعرض وواحد بالطول، والأنبوبة دي اسمها رقم تلاتة اكسترنال كاروتيد أرتري. رقم واحد مصاحبه فين بس بيمشي في عكس الاتجاه، يعني رقم واحد طالع على فوق، رقم واحد شرطة نازل لتحت، رقم واحد شرطة واسمه برضو سوبرفيشيال تيمبورال فين. يبقى رقم واحد سوبرفيشيال تيمبورال أرتري، الأزرق اللي أنا برسمه ده سوبرفيشيال تيمبورال فين وده نازل على تحت. رقم اتنين ماشي معاه برضو فين بالعرض هنقطه لأنه تحت المندبل المفروض أنا مش شايفاه، اسمه ماكسيلاري فين بس ده داخل في الاتجاه ده، انما الماكسيلاري طالع في الاتجاه ده، تمام؟ عكس الاتجاه. الماكسيلاري فين ده اللي انا بشاور عليه هيتقابل مع السوبرفيشيال تيمبورال فين ويعملوا لي حاجه اسمها ريترو مانديبولار فين. ريترو مانديبولار فين بعد كده الريترو مانديبولار فين ده يتقسم لاتنين برانشز، واحد على قدام اسمه انتيريور ريترو مانديبولار، وواحد على ورا اسمه بوستيريور ريترو مانديبولار. اسم على مسمى، هو خلف المانديبول يبقى ريترو مانديبولار فين، تمام؟ يبقى الاكسترنال كاروت التاني هيتقسم الى ارتري بالعرض وارتري بالطول. الارتري بالعرض هيدخل تحت المانديبول انا مش شايفاه، الارتري اللي بالطول هيطلع على فوق واسمه سوبرفيشيال تيمبورال ارتري، نازل مع السوبرفيشيال تيمبورال ارتري في عكس الاتجاه سوبرفيشيال تيمبورال فين. الماكسيلاري ارتري ده طالع كده انما الماكسيلاري فين هيخش كده، هيقابل السوبرفيشيال تيمبورال فين يعملوا حاجه اسمها ريترو مانديبولار فين اللي بيتقسم الى انتيريور وبوستيريور ديفيجن، اللي بيتقسم لانتيريور وبوستيريور ديفيجن. طيب الاكسترنال كاروتيد ارتري والريترو مانديبولار فين علاقتهم ايه بالباروتيد جلاند اللي هي دافنه صباع في الحته الفاضيه دي اللي هم فيها؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري هيطلع في الحته دي ويخش جوه قلب الجلاند من البوسترو ميديال سيرفيس، وساعتها يتقسم الى سوبرفيشيال تيمبورال ارتري يطلع على فوق على فوق ويغادر الجلاند من الابر بارت بتاعها، وماكسيلاري ارتري يطلع من الانتروميديال سيرفيس ده عشان يمشي تحت المندبول. انتوا متخيلين؟ ادي الاكسترنال كاروتيد ارتري اهو، يدي ارتري المفروض هيطلع على فوق ويسيب الجلاند من الابر اند بتاعتها اسمه سوبرفيشيال، ويدي ارتري تاني هيمشي بالعرض يخرج عن طريق صباع من هنا اللي هو انتروميديال ويدفن نفسه تحت المندبل،
واسمه ماكسيلري، واسمه ماكسيلري يبقى يدي صباع طويل لفوق وصباع بالعرض. طب لما اجي اسالك هو الاكسترنال كاروتيد اساسا دخل من انهي حته، هتقول لي الحته اللي هي البوسترو ميديال سيرفيس اللي هي دي، صح؟ هو كان هنا ودخل كده. طيب ادى اتنين برانش طلعوا ازاي؟ السوبرفيشال تيمبورال طلع على فوق يبقى من الابر اند، الماكسيلري اللي بالعرض طلع كده على قدام يعني من الانتروميديال سيرفيس، سهله. طيب ده نازل معاه على تحت السوبرفيشال تيمبورال فين، صح؟ اللي هو ده. يبقى دخل الجلاند ازاي؟ من الابر اند ودخل جوه الجلاند. طيب ده ماشي معاه بالعرض ماكسيلري فين، عكس الاتجاه بقى، يدخل الجلاند ازاي؟ من الانترو ميديال سيرفس. الاتنين هيتقابلوا جوه الجلاند يعملوا لي الفين ده اللي هو اسمه ريترو مانديبولار فين. الريترو مانديبولار فين بيتقسم عند اللور اند اوف الجلاند بانتيريور وبوستيريور. لما نيجي نرتب الاستراكشرز جوه قلب السبستانس، اول حاجه الحساس المرهف الفيشيال نيرف، وده عشان مش هيتحمل ضغط فوقيه، يتحط سوبرفيشال خالص. تاني حاجه الفين، الفين دوت برضو مخلوق ضعيف، الجدار بتاعه ضعيف، مش هيتحمل ضغط اي ارتري فوقيه، الريترو مانديبولار فين. ذا موست ديب استراكشر رقم 3 اكسترنال كاروتيد ارتري. طيب احنا عايزين خمس حاجات مدفونين جوه الباروتيد جلاند، احنا قلنا كده 3. في لينف نود، مش انا قلت لكم ان في لينف نود سوبرفيشال باروتيد جلاند اللي هي من بره، في ديب لينف نود منطوره في الباروتيد جلاند واسمها ديب باروتيد لينف نود. في نرف بقى رفيع جدا اللي هو جاي من الوش، العصب الخامس الفيفث كرينيال نيرف اللي هو التراي جيمينال، جاي من الفيس يا ولاد، اسمه اوريكولو تيمبرال، وده هيخش من الصباع من الناحيه الميديال اهو، تمام؟ يبقى هيخش من الناحيه الميديال اللي هنا، يدخل جوه قلب الجلاند ويطلع على فوق، على فوق من الابر اند، اصل هو اسمه اوريكولو يعني رايح للودن، يعني لازم يطلع للودن، اسمه اوريكولو تيمبرال، رايح يغذي الاوريكل ويغذي البارينكما، سنسيشن للبارينكما اوف باروتيد جلاند نفسها من جوه. طيب انت قلت يا دكتوره ان في نيرف اسمه جريت اوريكولار بيغذي الجلد اللي قدام الباروتيد جلاند اللي هو ده. الاوريكولو تيمبورال بقى اللي جاي كده من الانتروميديال سيرفيس واتدفن جوه الجلاند وبعدين طلع على فوق سابها، يغذي من جوه البارينكما، يبقى البارينكما تتغذى باوريكولو تيمبورال، انما الجريت اوريكولار ده يغذي الجلد من بره. في خمس حاجات مدفونين جوه الباروتيد جلاند، فيشيال وبعدين الفين ريترومانديبولر وبعدين الاكسترنال كاروتيد، ولازم تعرف لي كل واحد دخل منين وطلع ازاي، وبعدين عندي لينف نود منطوره، وبعدين في نيرف حساس جاي من الفيس ترايجيمينال دخل جوه قلب الجلاند اسمه اوريكولو تيمبورال وبعدين طلع على فوق، تمام؟ طيب يا ولاد شايفين الانبوبه البرتقانيه دي اللي طالعه من الانتيريور بوردر اوف باروتيد جلاند، هي دي الباروتيد دكت، وطبعا انتوا شايفين طالعه من الانتيريور بوردر وهتمشي على الانتيريور سيرفيس وفي العضله المستطيله دي اللي هي المسيتر، وتيجي هنا عند عضله الخد دي اسمها الباكسينيتور، تخرمها علشان تفتح ما بين خدك واسنانك، ما بين خدك واسنانك اسمهم ايه؟ الفيستيبيول اوف ذا ماوس. طيب انت ممكن تمد دلوقتي صباعك ما بين خدك وسنانك وتحس الفيستيبيول اوف الماوس بعد ما علمك فين فتحة الباروتيد جلاند بالظبط. بس انا دلوقتي عايزة اختبركم، يا ترى مين اللي طالع عند الابر اند اوف الجلاند؟ مين الارتري ده؟ ده السوبرفيشيال تيمبورال ارتري، ولو قلته ما تنساش الفين اللي نازل جنبه. مين النرف ده؟ ايوه ده الاوريكولو تيمبورال نيرف، هو جاي جوه الجلاند الدفن جواها وسابها عن طريق الابر اند لان اسمه اوريكولو تيمبورال، لازم يغذي منطقه التيمبورال اريا ولازم يغذي منطقه الاوريكل وكمان بيغذي منطقه الجلاند بس كبارينكما. طيب في حاجه ثانيه، فاكرين لما قلت لكم الفيشيال بيطلع نيرف من الابر بوردر كده رايح للتيمبورال ريجون اسمه تيمبورال؟
طيب مين بقى اللي جاي من تحت؟ فاكرين الريترو مانديبولار فين لما قلت لك بيتقسم الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن؟ فاكرين؟ طيب مين كمان بيظهر من تحت؟ فاكرين الفيشيال نيرف لما قلت لكم بينزل برانش على تحت للنك اسمه سيرفايكال برانش اوف الفيشيال نيرف، بينزله من اللور اند، وادي بقيه البرانشات بتاعته مفروده على الوش. طبعا بعد التمبرال في زيجوماتيك بيمشي على الزيجومه، في اتنين بيمشوا على الخد فوق الباروتيد داكت وتحت الباروتيد داكت، بعد كده واحد يمشي على المانديبول اسمه مانديبولر، بعد كده اللي نازل لتحت دوت واسمه سيرفايكال. طيب كلنا عرفنا خلاص الباروتيد جلاند بتخرم العضله اللي هنا اللي هي اسمها الباكسينيتور، بس عايزين نعرف سيرفس اناتومي بتاعها. هناخد نقطه قدام فتحه الودن، في غضروف صغير كده اسمه التريجس في الحته دي، هناخد بوينت قدام ان فرونت اوف التريجس. البوينت الثانيه هنوصل خط ما بين الايلا اوف النوز والريد مارجن اوف الليب، يعني اللاترال مارجن اوف الماوس كافيتي ده، والايلا اوف النوز اللي هو الكارتليج ده بتاع النوز. في منتصف الخط ده بالظبط هناخد نقطه، هنوصل ما بين النقطه 2 والنقطه 1. التلت اللي في النص ما بتاع الخط ده هو ده يمثل الباروتيد داكت، وبيفتح هنا في الفيستيبيول اوف الماوس بالظبط بالظبط قصاد الضرس العلوي الابر سكند مولر توس، الابر سكند مولر توس. طب انت كده عرفت السيرفس اناتومي، تقدر دلوقتي ما بين الثمب والاندكس تدخل الاندكس جوه السبيس ما بين خدك واسنانك، والثمب يبقى من بره على خدك، وبالظبط قصاد الضرس الابر سكند مولر توس تقدر كده تحرك ما بينهم ترول الصباعين علشان تحس الباروتيد داكت، هتلاقي حبل تحت ايديك. كمان ممكن تدخل بعدسه مكبره على الانر سايد اوف الشيك وتقدر تشوف فتحه الباروتيد جلاند. هنتكلم بقى على الباروتيد كبسول، الكبسول اللي بيحوط الباروتيد جلاند، وده بيبقى يا اولاد فيري تنس، يعني محوط الباروتيد جلاند مش مخلي اي سبيس. تمام، جاي منين بقى؟ انتوا عارفين ان في النك في فاشيا محوطه النك داير ما يدور، الفاشيا دي عند حته الانجل اوف المانديبول دي تبعت شيت يغلف الباروتيد جلاند على فوق. لو ده الشيت كده طالع على فوق يلاقي الباروتيد جلاند قاعده هنا، الشيت يتفتح بقه الى اتنين، واحد قدام الباروتيد جلاند والتاني ورا الباروتيد جلاند، ويقفلوا عليها تماما كده انتيريور وكده بوستيريور. طيب الفاشيه بتاعت النك اللي جايه اسمها انفستنج لاير، انفستنج لاير اوف سيرفايكال فاشيا او انفستنج سيرفايكال فاشيا. الطبقه اللي من قدام اسمها سوبرفيشيال لاير اللي هي رقم اي دي اللي هي انتيريور. الطبقه بقى اللي من ورا هتتخن جدا جدا وتعمل لك الليجمنت اللي انت شايفه قدامك ده، اللي ممتد من الشوكه دي، الشوكه دي اسمها ايه؟ ستايلويد بروسس. الليجمنت ده هيمسك فيه لحد الانجل اوف المانديبول، الليجمنت ده اسمه ستايلو مانديبولار ليجمنت، وده ليجمنت مهم جدا جدا جدا، تخين موجود تحت الباروتيد جلاند، ودوت اللي بيفصل لك ما بين الباروتيد اللي موجوده في الحته دي والسب مانديبولار سليفري جلاند اللي موجوده في الحته دي، يعني فوق الليجمنت الباروتيد تحت الليجمنت في السب مانديبولار سليفري جلاند، ودي علامه مهمه جدا. بسبب الدنس كبسول اللي حوالين الباروتيد جلاند لو حصل انفلاميشن، وبالمناسبه انفلاميشن يعني سيالو ادينايتس، سيالو ادينايتس، والبص المده بتتجمع جوه الباروتيد جلاند، مفيش مكان تكبر فيه لان الكبسول كاتم على انفاسها من جميع الجهات. فبالتالي احنا اي ابسس في الدنيا بنستنى لما يعمل عين من بره ونيجي نتك عليه كده نلاقيه طري والمده جواه مليانه، ساعتها نفتح ونفضيه. انما في حاله الباروتيد جلاند دونت ويت فور فلكتويشن، فلكتويشن معناها انك تيجي تتك على الابسس كده يروح باظز كده على فوق، بتحرك السوائل اللي تحت،
مش هنستنى، لأن هي ممكن الأبسس عمال يكبر يكبر والمدة عمالة تضغط من جوه وتزيد وإحنا مش حاسين بسبب الدنس كبسول، وعمال يدمر في الأسيناي بريشر نيكروزز على الجلاند. So in case of abscess in parotid gland or sialogenitis مش هنستنى الفلكتويشن. طيب العيان مع عملية المضغ بيحس بألام شديدة جدا لو عنده التهابات في الباروتيد جلاند. شايفين العظمة دي اللي هي المندبل يا ولاد؟ طيب كله كده يحط ايده قدام فتحة ودنه ويعمل نفسه كأنه بيمضغ بالظبط، بتلاقي حاجة بتتحرك مدورة تحت صباعك، هي الهيد اوف المندبل. يعني المندبل عمالة تتحرك أثناء عملية المضغ، عمالة تهرس لي الباروتيد جلاند المدفونة ما بين الماستويد والمندبل. فبننصح العيان انه يقلل عملية الأكل لحد ما الكونديشن تخف. لو أنا عايزة أثبت فعلا إن هو عنده التهاب بقى أعصر له نص ليمونة كده في بقه، الليمون الحامض أو الخل بيثير الجلاند ويحفز السكريشن بتاعها. طيب سكريشن اوف جلاند، يبقى انا بزود البريشر جوه الجلاند، بضغط على الاعصاب، بعمل له سيفير بين. احسن وسيله لتشخيص التيومر جوه الجلاند هو السي تي او الام ار اي. كان زمان بقى بيعملوا اشعه بالصبغه، يحقنوا صبغه من فتحه الباروتيد داكت اللي جوه الخد ويصوروا بعد كده الباروتيد جلاند، انما دلوقتي بيعتمدوا على الام ار اي والسي تي. من الابلايد الحلو قوي للباروتيد جلاند برضو ان الالم بتاعها بيسمع في الودان وبيسمع في منطقه التيمبورال ريجون، لان البارينكما بتاعتها بتتغذى بالاوريكولو تيمبورال نيرف اللي بيغذي الودن والتيمبورال ريجون. نيجي بقى للانرفيشن اوف الباروتيد جلاند. الباروتيد جلاند بتستقبل سكريتوري موتور فايبرز، يعني الفايبرز اللي بتامرها بالسكريشن، ودي بتبقى بارا سمباثيك، وسنسوري فايبرز علشان البارينكما من جوه، وكمان سمباثيك فايبرز. والسمباثيك دي انتوا عارفين زي ما خدتوا في الفسيولوجي بتنهبت السكريشن اوف السليفري جلاند. طب شايفين الخرم الكبير اللي قدامكم ده؟ ده فورامين ماجنم نازل منه المضله اوبلونجاتا. والمضله اوبلونجاتا يا ولاد ادي هنا كده الميد برين، وبعدين البونز، وبعدين المضله اوبلونجاتا دي اخر جزء من جذع المخ البرين ستيم. بيطلع منها اخر 4 كرينيال نيرف 9 و10 و11 و12. رقم 9 ده اسمه جلوسو فارينجيال، رقم 9 تمام. بيطلع منه برانش صغير قبل ما المضله تسيب تجويف السكال ويدخل جوه الفتحه دي. الفتحه دي فتحه تؤدي الى الاذن الداخليه تمام. انتوا عارفين البيتراس بارت اوف تيمبورال بون اللي هو الجزء المثلث ده مدفون فيه الاذن الداخليه والاذن الوسطى. البرانش اللي طالع ده من العصب التاسع اسمه تيمبانيك برانش لانه هيخش الودن. لما يدخل جوه البيتراس بارت انا مش شايفاه هيتكسر الى بليكسز من الاعصاب، يطلع منها نيرف تاني يسيب عن طريق الخرم الرفيع ده، ساب جوه البيتراس بارت اوف تيمبورال بون وطلع من الخرم ده اهو، طلع يلاقي خرم مدور شكله زي البيضه اوفال فورامين يروح داخل منه. تحت الاوفال فورامين ده جانجليا باراسمباثيك اسمها اوتيك جانجليا، اوتيك جانجليا يروح داخل فيها واسمه ليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف. يبقى العصب التاسع اداني تيمبانيك برانش دخل جوه البيتراس بارت اوف تيمبورال بون، اتكسر لتيمبانيك بليكسس، خرج من السطح على هيئه ليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف، خرج من الفورامين اوفال لقى جانجليا اسمها اوتيك جانجليا دخل جواها تمام، وبعد كده هيروح يغذي الباروتيد جلاند ويديها اوامر. بصوا الدياجرام اللي قدامكم ده، ادي المضله اوبلونجاتا طلعت الجلوسوفارينجيال نيرف، من الجلوسوفارينجيال نيرف طلع تيمبانيك برانش اتكسر في تيمبانيك بليكسز، طلع على السطح كليسر سوبرفيشيال بتروزل، خرج من الفورامين اوفال لقى الجانجليا دي مستنياه. انما اي باراسمباثيك جانجليا في الدنيا لازم يدخلها 3 برانشات، واحد سنسوري وواحد موتور وواحد سمباثيك. الوحيد اللي هيعمل فيها ريلي هو البارا سمباثيك، دي قاعدة. طب السنسوري هيجي لها منين؟
شايفين العصب ده يا ولاد؟ دوت المانديبولار نيرف، هيطلع لي برانش منه اللي هو اوريكولو تيمبورال نيرف، يدخل جوه الاوتيك جانجليا دي. في ارتري ماشي في النك اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري، وده من باب اولى قريب جدا وفي قلب الباروتيد جلاند مدفون فيها. احنا عارفين ان السيمباثيك فايبرز بتتلف حوالين الارتريز، تطلع سيمباثيك فايبرز من الاكسترنال كاروتيد تدخل الجانجليا. الوحيد اللي هيعمل ريلي قلنا بتاع الليسر سوبرفيشال بتروزل، تطلع البرانشات التلاتة. انما الاوريكولو تيمبورال نيرف هيدفن جواه الليسر سوبرفيشال بتروزل، فقوم لما يروح الجلاند يغذيها سنسوري كمان شايل جوه قلب منه السكريتوري موتور فايبرز اللي هتغذي الجلاند. يبقى هو ما هو الا كارير للسكريتوري موتور فايبرز بس. يعني هل الليسر سوبرفيشال بتروزل نيرف احنا درسناه دخل جوه الجلاند جبنا سيرته؟ ابدا. انما اللي دخل جوه الجلاند هو الاوريكولو تيمبورال، محمل بنوعين من السكريشن، السنسوري اصلا بتاعه، والفايبرز الخضراء اللي انتوا شايفينها منفصله دي لا دي هتدخل جواه شايلها ويغذي. يبقى تو سمرايز، السكريتوري موتور فايبرز لما اجي اسالك اصله منين؟ العصب التاسع. انما بيروح للجلاند عن طريق مين؟ اوريكولو تيمبورال نيرف، مجرد حامل. اي باراسمباثيك لازم تستقبل سنسوري وموتور وسمباثيك. السمباثيك جاي من حوالين الاكسترنال كاروتيد، السنسوري الاوريكولو تيمبورال، الموتور يعني اللي بيامرها بالسكريشن جاي من العصب التاسع. وتشرح لي قصته بقى لما اتكسر لتمبانيك بليكسس وخرج منها كاليسر سوبرفيشال بتروزل والقصه الكبيره دي. طبعا البلاد سبلاي بتاع الباروتيد جلاند اكيد من الفيسلز اللي جواها الاكسترنال كاروتيد ببرانشاته الاثنين، والفين اللي هو الريترو مانديبولار فين جحا او لب لحم تورو، تمام. الليمف نود برضو اللي مدفونه جواها الديب باروتيد ليمف نود او اللي على السطح، ودي كلها بتودي على ليمف نود موجوده في النك حوالين الانترنال جوجلر اسمها ديب سيرفايكال ليمف نود. الست دي عندها تيومر موجود في الباروتيد جلاند. طب ازاي افرق التيومر ده عن الاشهر تيومر موجود في الهيد والنك؟ هو ايه اشهر تيومر في الهيد والنك؟ لينف نود سويلينج. لينف نود اشهر سويلينج موجود في الهيد والنك. اولا اللينف نود بتبقى مالتيبل، انما هنا الورم عندي سنجل. ثانيا الباروتيد تيومر هنا رافع الودن من تحت، مش هي الابر بوردر بتاعها كانت بتحوط الودن؟ دي حاجه مميزه جدا ان اللي بيلقوا في الاير تلاقيه مرفوع على فوق بالمنظر ده. لو العيان ده عنده مالجنانت تيومر لازم تلاقي عنده اتنين مانيفستيشن، فيشيال نيرف باراليسيز لان الفيشيال نيرف مدفون جوه الباروتيد جلاند، وتلاقي عضلات الوجه مش بتتحرك بارالايزد لان العصب السابع بيغذي الوجه. حاجة كمان بتلاقي كمان ان الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي مدفون جواها اتضغط عليه جامد، فبالتالي لما تيجي تحس للارترز اللي طالعه منه اللي هو السوبرفيشال تيمبورال بيطلع في الحته دي، تروح دايس بصباعك هنا عشان تحس البلسيشن، هتلاقي لوس اوف بلسيشن. في عمليات المالجنانت تيومر بنشيل الباروتيد جلاند كله بكل اللي فيها، بنضحي بيه وخصوصا الفيشيال نيرف. طيب يعني شايفاكوا زعلانين، ما تزعلوش قوي، احنا بنعمل عملية ترقيع للفيشيال نيرف، بنوصل اطرافه بنيرف تاني وغالبا بيبقى الجريت اوريكولار نيرف عشان يقوم بوظيفته. يا اما لو التيومر بناين وقدام الفيشيال نيرف خلاص بقى بنشيل الفص اللي قدام الفيشيال نيرف مع المحافظة على الفيشيال نيرف، ودي بنسميها سوبرفيشيال كونسيرفاتيف باروتيدكتومي. باروتيدكتومي. انما لو انا سلكت التشو وشلتها وسلكت البرانشات اوفيشال نيرف وسبتها، دي بسميها توتال كونسيرفاتيف باروتيدكتومي. يبقى العمليه اللي بشيل فيها الفيشال نيرف ككله بسميها الراديكال باروتيدكتومي. لما بحافظ على الفيشال نيرف سواء بشيل الفص اللي قدامه وبسيبه بيبقى اسمها سوبرفيشال كونسرفاتيف، لكن لو سلكت البرانشات اوف الفيشال نيرف وشلت التيومر من حوالين منه فبسميها توتال كونسرفاتيف باروتيدكتومي، بشيل فيها كل الباروتيد. انما في السوبرفيشيال كونسرفاتيف باروتيدكتومي بشيل بس الفص اللي قدام الفيشيال نيرف وبحافظ على الفيشيال نيرف، تمام. ودي حاجه زياده للي عايز يعرفها.
اخر حاجه بقى، شايفين يا ولاد الحته اللور خالص من الباروت الجلاند؟ افرض التيومر طلع لك في الحته دي بس. بصوا هي قريبه من جلاند تانيه هنا تحت المندبل واسمها سبمانديبولار سليفري جلاند، وطالع تيومر في الحته دي. انا بقى كجراح ازاي اعرف اذا ده طالع من الباروتد ولا طالع من السب مانديبولار؟ مش انا قلت لك مد صباعك تحت الباروتد جلاند، لو لقيت الليجمنت اللي هو اسمه ستايلو مانديبولار ليجمنت والتيومر فوقيه يبقى ده تبع الباروتد، والتيومر تحتيه يبقى ده تبع الصب مانديبولار جلاند. عشان كده اللاند مارك بتاعي اللي ستايلو مانديبولار ليجامنت، اللي فوقيه هو اللي بيفصل لي ما بين الباروتد وبيفصل لي ما بين الصب مانديبولار. طيب وده سؤال هتحلوه مع نفسكم، واللي مش عارف يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله اجاوبه فورا. طيب ننتقل كده يا ولاد للجلاند التانية اللي هي الساب مانديبولار سليفري جلاند، ودي متوسطة الحجم، الكبيرة عرفنا انها الباروتد، بعد كده الساب مانديبولار سليفري جلاند. موجودة بقى فين؟ شايفين اهي يا ولاد موجودة امتدادها ما بين المنتال فورامين والانجل اوف المانديبول. بتفكرك بحاجة الانجل اوف ذا مانديبول ده؟ ايوه، بتفكرك باللور بارت اوف باروتد جلاند بتبتدي تنتهي عند الحتة دي. شفت بقى ازاي قريبين من بعض هنا وممكن يحصل ديفرانشال دايجنوزز ما بينهم. طيب مين العضله دي اللي بتتحد مع اختها اللي جايه من الماستويد بروسيس ويعملوا انترميديت تندون هنا يشد في الهايويد بون؟ مظبوط، الدايجستريك. دي انتيريور بيلي اوف دايجستريك ودي بوستيريور بيلي اوف دايجستريك. امتداد الجلاند بتاعنا من عند الفورامين ده اللي على البادي اوف المانديبول واسمه منتال لحد الانجل اوف المانديبول، موجوده في ريجون اسمه دايجستريك تريانجل، مثلث معمول بالضلعين دول، ادي ضلع وادي ضلع، والضلع الثالث هو البودي اوف ذا مانديبول. So this triangle is called digastric triangle. So it is the site of position of the submandibular salivary gland. علشان نفهم الريليشن كويس بتاعت السبمانديبولار سليفري جلاند، بصوا لي كلكم يا ولاد، العضله دي اللي هنا كده عامله الفلور اوف ذا ماوس، انا بحبها جدا، اسمها هو الاورجن بتاعها، هو الانسرشن بتاعها، هو النيرف سبلاي بتاعها، اسمها مايلو هايويد ماسل، طالعه من المايلو هايويد لاين، شاده في الهايويد بون، اسم النيرف بتاعها مايلو هايويد نيرف، عامله كده. الفراغ هنا بتيجي عضله كده يا ولاد، بصولي كده فيرتيكال، تمام، جزء منها الصباعين دول يتغطوا تحت المايلو هايويد ماسل ويبقوا بارشيلي ديب، وجزء هنا مش مستغطيين الصباعين دول بالمايلو هايويد ماسل ويبقوا بارشيلي بوستيريور، باعتبار دول قدام ودول ورا شويه، تمام كده خلاص اتفقنا. يبقى الهايوجلوسس اللي طالعه من اللسان من الهايويد بون برضو هتطلع كده، جزء منها هيستغطى بالمايلو هايويد ماسل اللي هي دي، وجزء منها هيبقى فري هنا مش مستغطي بالمايلو هايويد ماسل وبسميه بوستيريور، امال السبعين دول هيبقوا ديب، تمام. طيب السبمانديبولار سليفري جلاند بقى قاعده على المايلو هايويد ماسل وجزء من الهايوجلوسس دي، تمام، اللي مش مستغطيه بالمايلو هايويد ماسل. تعالوا نشوفها هنا يا شباب، بتيجي السب مانديبولار سليفري جلاند اللي هي دي قاعده زي ما انا قلت لك على المايلو هايويد وجزء من الهايوجلوسس، وعند البوستيريور بوردر اوف مايلو هايويد هيحصل حدث جلل، هتلف جزء يدخل ينسنويت نفسه ما بين المايلو هايويد والهايوجلوسس واسمه ديب بارد. شايفين النيرفين دول؟ الواحد فوق ناحية اللسان اسمه لينجوال، واحد تحت ماشي على الهايوجلوسس واسمه هايبوجلوسل. يبقى في نيرف فوق اسمه لينجوال وفي نيرف تحت اسمه هايبوجلوسل. علشان نعرف الريليشن كويس، انا عارفه ان التخيل برضو عندكم فيه مشكله، تعالوا نتفرج على الفيديو ده عامله زميل لينا فاضل، احنا هنقتبسه منه، وطبعا لو قلت لكم اعملوا زي الفيديو ده هتصوتوا لي كلكم، فياريت تتفرجوا عليه، والجدع بس هو اللي هيعمله، لانك لما تبيض في الامتحان عمرك ما هتفتكر الريليشن دي الا لو عملتها بايدك. طيب نتفرج على الفيديو كده،
وشكرا للزميل الفاضل عشان نتخيل سوا الريليشن بتاعت السب مانديبولار سليفري جلاند. ياريت كلنا نعمله يا ولاد، هو مش هيحتاج منك غير فك مانديبول والعضلة المثلثة دي المايلوهايود ماسل. ادي ده البودي اوف المانديبول، شايفين العضلة دي مفروشة في الفلور اوف ذا ماوث مايلوهايود ماسل. شايفين الخط اللي في النص ده هو المايلوهايود رافي، طبعا عاملة عضلتين، دي مايلوهايود ودي مايلوهايود، عاملة الفلور اوف ذا ماوث. الصلصال الاخضر ده يمثل السب مانديبولار سليفري جلاند. البوردر ده الفري بوردر ده يمثل البوستيريور بوردر اوف المايلوهايويد ماسل. بصوا هيحصل عنده حدث جلل، السب مانديبولار سليفري جلاند هتركب عليه وتدي جزء صغير اسمه ديب بارت، ويبقى ده اسمه السوبرفيشيال بارت، ويركب فوق منه اللي بيشاور عليه ده اللي هو الديب بارت. يبقى ده السوبرفيشيال بارت اللي من تحت، وده اللي راكب على البوستيريور بوردر الديب بارت. شايفين الديب بارت هنا يا ولاد؟ طالع منه الأنبوبة السودة دي اللي هي الدكت، بتعدي لاترال ليها جلاند اسمها سب مانديبولار سليفري جلاند، وبعدين الدكت دي تطلع تفتح هنا في الميكوزا اوف الماوس في حاجة اسمها سابلينج والبابيلا زي ما خدنا قبل كده. ادي الديب بارت وهو طالع منه الدكت. السوبرفيشيال بارت بقى اللي تحت عايزين نشوف السيرفيسز بتاعته، فهو هيفصله لك عن الديب بارت. يبقى ده الديب بارت وده السوبرفيشيال بارت. هيغطي الديب بارت بصبعه، خلونا نشوف اهو، وهيفصل السوبرفيشيال بارت، هيفصله ويقطعه تماما، انما هما متوصلين ببعض. اتضح ان السوبرفيشيال بارت ليه لور سيرفيس، مش ماسك في حاجه ولا لازق في حاجه غير جلد وفاشيا. الابر سيرفيس بقى ليه جزء يلمس المانديبول من هنا، وجزء اهو، وجزء ده يلمس المايلوهايويد ماسل. الخن ده هو راكب في الخن ده ما بين المانديبول والمايلوهايويد ماسل، ده الابر سيرفيس بتاع السوبرفيشيال بارت. هيحطه تاني، يبقى الابر بارت بيتقسم ويدجت لاتنين سيرفس، سيرفس ناحيه المانديبول لبره لاترال، وسيرفس لجوه ميديال ناحيه المايلوهايويد ماسل. واللور سيرفس ده مش ماسك في حاجه ولا لازق في حاجه غير جلد وفاشيا. يبقى انا لو قلت لك مين الميديال سيرفس هتقول لي المايلوهايويد ماسل، واكيد العضله اللي وراها اللي هي الهايوجلوسس ماسل، واكيد النيرفين اللي بيغذوهم المايلوهايويد نيرف والهايبوجلوسال نيرف. طب مين بقى اللاترال سيرفيس؟ اكيد المانديبول. طب المانديبول بس؟ لا، ده فيه كمان، شايفين الارتري ده اسمه فيشيال ارتري، ده محشور ما بين المانديبول والسب مانديبولار سليفري جلاند. وشايفين العضله دي اسمها ماسيتر، زيها بالظبط من جوه في ميديال تريجويد ماسل. السب مانديبولار سليفري جلاند من جوه تلمس المانديبول بالارتري ده بالميديال تريجويد ماسل. طيب عايز يشيل السب مانديبولار سليفري جلاند عشان يوريكوا الفيشيال ارتري وهو داخل يدخل ازاي. في الاول بيدخل من البوستيريور اند اوف الجلاند اهو، بعدين يحشر نفسه ما بين السب مانديبولار سليفري جلاند والمانديبول. يا ريت نعيد الفيديو ده اكتر من مره. ادي الفيشيال ارتري، شوف هيشيل جزء من السب مانديبولار سليفري جلاند عشان يوريك الارتري وهو حاشر نفسه ما بين السب مانديبولار سليفري جلاند والمانديبول، وبعد كده يطلع على الفيس عند قدام الماسيتر. طيب في عضله هنا كده الخضرة بقى اللي يلاحظها من جوه اهي، اسمها ميديال تريجويد، اكيد السب مانديبولار سليفري جلاند هتلمسها هي كمان. يبقى الابر سيرفيس الخن ده اللي هيحط فيه السب مانديبولار سليفري جلاند، الابر سيرفيس ريليتد للمانديبول لاترالي، والمايلوهايويد والهايوجلوسس ماسل ميديالي بالنيرفات بتوعهم. السيرفس اللي من تحت ده مش لامس حاجه وهنسميه inferior surface، وده ريليتد للجلد والفاشيا. العضله البيضه دي هي مايلوهايويد ماسل، عند الفري بوردر بيحصل حدث جلل، بتديني ديب بارت يركب فوق
البوستيريور بوردر اهو، تطلع منه الدكت، تطلع على قدام، تفتح في السابلينج والبابيلي تحت اللسان. العضلة دي اسمها بلاتيزما، موجودة تحت السكن في السوبرفيشيال فاشيا، تحتها على طول الانفستنج لير اوف ديب سيرفايكال فاشيا. كل دول موجودين بيغطوا ال superficial part of submandibular salivary gland، الانفيريور سيرفيس اللي نازل على تحت ومش لامس حاجه، انما متغطي بالسكن والفاشيا والبلاتيزما دي. الشرط السوبرفيشال فاشيا بالبلاتيزما بالسكن بالديب فاشيا، هدخل بقى على اهو السطح المدلدل اهو اللي مش لامس في حاجه الانفيريور سيرفيس، وده قلت لكم ريليتد لعضله واحده المسيتر البلاتيزما السكن والفاشيا طبعا، نيرف واحد. مين النيرف يا ترى اللي نازل من الباروتيد جلاند لتحت؟ فاكرينه السيرفايكال. فين واحد، مين الفين اللي نازل من الفيس ده؟ اسمه فيشيال فين. تمام، يبقى عضله واحده بلاتيزما، فين واحد فيشيال، نيرف واحد سيرفايكال، وفي لينف نود مرصعه باسم الصب مانديبولار سليفري جلاند واسمها صب مانديبولار لينف نود. طيب يبقى انا الانتيريور الانفيريور الريليشن بتاعه الانفرولاترال سيرفيس ده عضله واحده، نيرف واحد، لينف نود، خلاص فين واحد. علشان نعرف الريليشن اوف الديب بارت، تعالوا بس نتذكر التانج. التانج كان موجود اهو فوقه الهارد بلت والسوفت بلت، تمام، تحت هنا في الهايويد بون، قدامه في المندبل وشايلة سنة اهي، من السوبيريور جينيال تيوبريكل طلع عضلة شدة زي المروحة في كل اللسان وعاملة البلك بتاعه، شد عضلة تانية من الهايويد بون وهتغطي جزء من الجينيوجلوسس ماسل اسمها هايوجلوسس اللي هي الحمراء دي، في جزء من الجينيوجلوسس تحت الهايوجلوسس، وفي جزء منه اللي هو رقم واحد مش مستغطي بالهايوجلوسس، وفي عضلة جاية من السوفت بلت من فوق في اللسان اسمها بلاتوجلوسس، وفي عضلة جاية من شوكة هنا اسمها ستايلوجلوسس، ودي تدخل ما بين الفايبرز بتاعة الهايوجلوسس، افتكرنا؟ طيب عايزين نحط الديب بارت اوف الباروتيد جلاند. الديب بارت اوف باروتيد جلاند قلنا راكب على البوستيريور بوردر ده اوف المايلوهايويد، هيركب كده اهو. طيب هيبقى موجود ما بين مين ومين؟ مين العضلة اللي نايم عليها دي؟ المايلوهايويد. ومين العضلة دي اللي مكملة الفراغ هنا؟ ما احنا قلنا ان الهايوجلوسس جزء بوستيريور في الحتة دي وجزء ديب للمايلوهايويد في الحتة دي، فتبقى الديب بارت انسينويتد ما بين المايلوهايويد والهايوجلوسس. يطلع من الديب بارت الدكت تمشي على قدام اهي اهي، تمام اهي. طيب الدكت اللي مشيت على قدام قول لي الريليشن بتاعتها برضو ما بين الهايوجلوسس والمايلوهايويد. طب في الحتة اللي قدام اللي هي الحتة دي، خلصت الهايوجلوسس وبانت حتة، مين العضلة اللي جاية من قدام هنا كده وعاملة معظم البلك اوف التانج، الحتة دي والحتة دي، وبينهم يفصلهم سبتم اسود في النص هنا كده، العضلة الحمراء دي اسمها جينيوجلوسس. يبقى الضغط الزرقاء دي جات ما بين المايلوهايويد والجينيوجلوسس لما خلصت الهايوجلوسس. يبقى تاني الضغط مشيت ما بين المايلوهايويد والهايوجلوسس، طلعت على قدام، خلصت الهايوجلوسس وظهرت الجينيوجلوسس والمايلوهايويد برضو. طيب ليها تريبل ريليشن مع نيرف اسمه لينجوال نيرف، كله يبص للصورة من فوق. اللينجوال نيرف، اللينجوال نيرف اللي هو الأصفر ده، بصوا نازل كلوز ريليشن لآخر درس، ولذلك الناس اللي بيخلعوا درس العقل ممكن يعور الدكتور الأسنان اللينجوال نيرف بسهولة. خدوا بالكم في الاول النيرف نزل ملامس للمندبل، يعني لاترال ولا ميديال؟ ده من بره لاترال، وبعدين كروسنج تحت الضغط بقى تحتها بلو، وبعدين جه هنا ميديال ليها. هي دي التريبل ريليشن بتوين اللينجوال نيرف والسب مانديبولار ضغط.
ولذلك لو في حصوه في الناحيه دي ممكن تقرتيت الطن اللينجوال نيرف. طب هو اللينجوال نيرف بيغذي مين؟ بيغذي الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج، فيحس العيان الالم في لسانه، بيسمع في لسانه. يبقى احنا عندنا الديب بارت ما بين المايلوهايويد والهايوجلوسس، الدكت بقى ما بين المايلوهايويد والهايوجلوسس، لكن لما طلعت على قدام مش هتلاقي بقى هايوجلوسس في الحته دي، هتلاقي الجينيوجلوسس والمايلوهايويد. ليها تريبل ريليشن مع اللينجوال نيرف، في الاول كان لاترال، بعدين بلو، بعدين اصبح ميديال. البلاد سبلاي اوف سبمانديبولار سليفري جلاند جاي من النير باي فيسلز، واكيد هتفتكروا الفيسلز اللي بيحشر نفسه ما بينها وما بين المانديبول اللي هو الفيشيال ارتري. دي انبوبه الاكسترنال كاروتيد ارتري، طالع منها لينجوال ارتري للسان، فيشيال ارتري. اكيد من الفيسلز دول الاثنين بتتغذى السب مانديبولار سليفري جلاند، واكيد من الفيشيال فين واللينجوال فين بيحصل الفينوس درينج. عايزين دلوقتي نفهم السكريتوري موتور فايبرز اللي بتأمر السبمانديبولار سليفري جلاند انها تدي سكريشن، ودي بتبقى بارا سيمباثيتك. وزي ما خدته في الفسيولوجي ان السيمباثيتك بيمنع السكريشن اوف سليفري جلاند. عندنا احنا اللينجوال نيرف متعلقة منه بارا سيمباثيتك سليفري جلاند اسمها سبمانديبولار جانجليون، تعلق منه عفوا سب مانديبولار جانجليون او باراسمباثيك جانجليون اسمها سب مانديبولار جانجليون، تمام. طيب عندنا البرين ستيم جزء منه اسمه الميد برين، بعدين البونز، بعدين المضله اوبلونجاتا. النيوكليوس بتاعه الفيشيال نيرف موجوده في البونز، هتديني وتخرج لي لبره الفيشيال نيرف. باختصار شديد لانها مش عليكو، هيطلع من الفيشيال نيرف ده حاجه اسمها كوردا تيمباناي، يمشي جوه اللينجوال نيرف، يتدفن جواه. اي باراسمباثيك جانجليون في الدنيا لازمها 3 روتس، واحد سنسوري، واحد موتور، واحد سمباثيك. السنسوري رقم 1 يجي لها من اللينجوال نيرف اللي هو ده، رقم 2 يجي لها من الكوردا تيمباناي اللي هو مدفون جوه اللينجوال نيرف، رقم 3 اللي هو السيمباثيك فايبرز. وانا قلت لكم قبل كده ان السيمباثيك فايبرز بتتلف حوالين الفيسلز. طب مين الفيسلز القريب من الجلاند؟ اكيد الفيشيال ارتري، ملفوف حواليه سيمباثيك فايبرز، تطلع منه سم سيمباثيك فايبرز وتدخل الجانجليا كرقم 3. البوست جانجليونيك فايبرز تطلع عن طريق اللينجوال نيرف اللي هو رقم 1، اللي شايل فوق منه او مدفون جواه الرقم 2 اللي هو الكوردا تيمباناي، رقم 2 مدفون جواه، يبقى اللينجوال نيرف هيطلع، تمام، شايل جواه الكوردا تيمباناي علشان يغذي 2 جلاند، سب مانديبولار سليفري جلاند والسب لينجوال سليفري جلاند. يبقى القاعده بتقول ان كل السليفري جلاند سبلايد بالسكريتوري موتور اللي جاي من الفيشيال، العصب السابع، ما عدا الباروتيد اللي بتتغذى بالعصب التاسع. ويمكن لو طلعت من المحاضره كلها بالمعلومه دي كفايه جدا. سبحان الله، رغم ان الفيشيال نيرف بيمشي جوه الباروتيد جلاند ومدفون فيها، انما مش هو اللي بيديها السكريتوري موتور فايبرز، انما زي ما شفنا العصب التاسع الجلوسوفارينجيال بيدي السكريتوري موتور فايبرز للباروتيد جلاند. يبقى العصب السابع بيدي كوردا تيمباناي، بيعمل ريلي في السبمانديبولار جانجليون مع اللينجوال مع سيمباثيك جايه من الفيشيال ارتري ملفوفه حوالين الفيشيال ارتري. البوست جانجليونيك يشيلها مين بقى؟ فاكرين الاوريكولو تيمبورال اللي كان شايل الليسر سوبرفيشيال بتروزال جواه؟ برضو نفس القصه، اللينجوال شايل الكوردا تيمباناي، يبقى اصل السكريتوري موتور فايبرز هي الكوردا تيمباناي، اصل الليسر السكريتوري موتور فايبرز اللي شايلها الاوريكولو تيمبورال من الليسر سوبرفيشال بتروزل.
فاكرين يا ولاد لما قلت لكم الدكت اوف السب مانديبولر جلاند بتطلع من الديب بارت وبتمشي كده ما بين المايلو هايويد رقم واحد والهايو جلوسس رقم اتنين، وبعدين تطلع على قدام شوية هتبقى بين المايلو هايويد والعضلة دي اللي هي الجينيو جلوسس اللي هي هنا. بس على المايلو هايويد في جلاند موجودة هنا اسمها سب لينجوال سليفري جلاند، فبالتالي هنقول ان السب مانديبولار داكت موجودة ما بين الجينيو جلوسس رقم واحد وما بين السب مانديبولار سليفري جلاند سب لينجوال سليفري جلاند رقم اتنين. تمام؟ طيب الصورة دي اوضح للسب لينجوال سليفري جلاند اهي، وادي الدكت انسينويتد ما بينها وما بين العضلة المقصوصة دي بتاعت اللسان الجينيو جلوسس اهي، موجودة تحت الميوكس ميمبرين اوف ذا ماوس على طول رافعينه اهو، وبتدي حوالي من 8 ل 12 دكت شايفينهم، بيخرموا الميكوزال فولد اللي فوقيها اللي اسمه سابلينجوال فولد ويفتحوا فيه. يبقى السابلينجوال جلاند دي موجودة تحت الميوكس ميمبرين اوف ذا فلور اوف ذا ماوس، انسينويتد ما بين الدكت والريمس اوف ذا ماندبل، فوقها في الميوكس ميمبرين، تحتها في المايلو هايويد ماسل، بتديني من 8 ل 12 دكت من الابر سيرفيس بتوعها، يخرموا الميوكس ميمبرين ويفتحوا جوه الفلور اوف ذا ماوس. النيرف سبلاي والليمفاتيك درينج والفينس والارتيريال سبلاي بتاعها كله زي السب مانديبولار سليفري جلاند. وزي ما تعودنا دي سيناريوهات هتحلوها، واللي ما يعرفش الإجابة هيكتبها لي في الكومنتات وهجاوبه إن شاء الله. ده برضو أنظر سيناريو تحلوه وتبعتولي الإجابات في الكومنتات. المحاضرة دي مبدئيا محتاجة تخيل عالي، ياريت كلنا ننفذ الفيديو اللي أنا وريته لكم بالصلصال عشان نتخيل الريليشن بتاعت السبمانديبولار سليفري جلاند، لأنها محتاجة تخيل عالي. وبشكركم وأتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة.